لكن طبعا قبل ما نتقابل مع ضيفتنا وقبل ما نبتدي نتكلم عن موضوع كتابنا النهارده، زي ما انتم متعودين هنشوف مع بعض تقرير بيست سيلر او الكتب الاكثر مبيعا، ونرجع نتكلم مع ضيفتنا ونبتدي حلقتنا. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً، وذلك في حلقة جديدة من كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً الترجمة الأدبية محاط بالحمقى للكاتب توماس إريكسون، ترجمة عمر فتحي، ويشرح الكتاب الأنماط الأربعة للسلوك البشري، ويصف الكاتب أن السلوك البشري في معظمه معقد وغامض. يحتل المركز الثاني كتاب علاقات خطرة للكاتب الدكتور محمد طه، ويتناول أنواع وتفاصيل العلاقات الإنسانية المؤذية لأصحابها وكيفية التعامل معها. جاءت في المركز الثالث رواية أولاد الناس للكاتبة الدكتورة ريم بسيوني. تقسم الرواية إلى ثلاثة أجزاء تحكي جميعها سيرة المماليك في مصر منذ عهد الناصر قلاوون وحتى الغزو العثماني لمصر. في المركز الرابع جاء كتاب أربعون للكاتب أحمد الشقيري، ويتحدث فيه الكاتب عن رحلته في الدنيا على مدار 40 عاماً والصراع المستمر بحثاً عن السلام الداخلي. تختتم قائمة الأعلى مبيعاً برواية تغريبة القافر للكاتب والشاعر العماني زهران القاسمي، والتي فازت بجائزة البوكر للرواية العربية هذا العام.